مساكم الله بكل خير حبايبي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج هروج لست. حلقتنا هذا الأسبوع ستكون حلقة خاصة عن أفضل 5 مصارعات في التاريخ، ومنذ مشاركة النساء في عالم المصارعة الحرة منذ منتصف القرن الماضي وحتى عصرنا الحالي ظهرت العديد من النجمات، إلا أن هناك قلة منهن من صنعت لنفسها اسم خالد ووضعت بصمتها في فئة نساء عالم المصارعة الحرة. معكم أنا وهلان، وبسم الله نبدأ. أكيرا هوكوتو. بدأت المصارعة الحرة مع نهاية ربيع 1985 واعتزلت في إبريل 2002. اشتهرت في منتصف التسعينات عبر الاتحاد المكسيكي العريق CMLL، وكذلك عبر اتحاد WCW، وهي الوحيدة التي جمعت لقب النساء في كلا الاتحادين. اشتهرت بأنها أكثر امرأة نالت مباريات تصنيف 5 نجوم من المحلل ديف ملتزر. ميدوسا. بدأت المصارعة الحرة في عام 1984 واعتزلت في عام 2000. اشتهرت في اتحاد WWE باسم ألاندرا بليز. ظهرت في اتحاد WCW وكانت أول من أشعل حرب ليلة الاثنين عندما قامت برمي حزام لقب نساء WWE في القمامة. تعتبر الوحيدة التي استطاعت تحقيق لقب النساء في اتحادي AWA والWWE، وهي أول امرأة تحقق لقب الكروزرويت في التاريخ. تريش ستراتس. بدأت المصارعة الحرة في مارس 2000 واعتزلت في نوفمبر 2006. انطلقت أولا كمديرة أعمال للمصارعين مع آخر سنوات عصر الاتيتود إيرا، ومع انطلاقة عصر روثلس أجريشن بدأت مسيرتها كمصارعة، لكن كان أول ألقابها هو لقب الهاردكور، وتعتبر أكثر امرأة حققت لقب نساء WWE بواقع 7 مرات. فابلوس مولا. بدأت المصارعة الحرة مع نهاية أربعينات القرن الماضي واعتزلت المصارعة الحرة في عام 2004. تعتبر أطول من حمل لقب في تاريخ عالم المصارعة الحرة، عندما حملت لقب الـ NWA للنساء لمدة 28 عام متتالي، وهي أول امرأة تنضم إلى صالة مشاهير اتحاد WWE. قد حققت لقب WWE للنساء 4 مرات. توفيت في نوفمبر 2007. تشاينا. بدأت المصارعة الحرة في عام 1995 واعتزلت في عام 2011. هي عضو مؤسس في عصابة دي اكس الشهيرة، وهي أول امرأة في التاريخ تشارك في بطولات رجالية، عندما شاركت في بطولة الرويال رامبل وتصفيات بطولة ملك الحلبة، ودخلت التاريخ كأول امرأة تحقق لقب رجالي في عالم المصارعة الحرة عندما حققت لقب القارات، واستمرت في تسجيل الأولويات عندما كانت هي أول امرأة تصبح مصنف أول على لقب WWE العالمي للوزن الثقيل. حققت لقب النساء مرة وحيدة، وتوفيت في أبريل 2016.
وإلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا تعملوا اللايك والسبسكرايب والشير، وأيضا لا تنسوا مشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب والاستماع لبرامجنا عبر قناتنا بالساوند كلاود والآيتونز. شاركونا أراءكم تحت في التعليقات عن أسماء أخرى ترونها تستحق أن تكون ضمن هذه القائمة. كان معكم أهلان، ونلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، ودمتم بود.